ماما ما تنسي تعملي كبيت حليب بس ارجع من المدرسه. حليب حليب؟ طب وانا شو شغلتي بالحياه؟ ضلني اعمل لكم حليب. اوكي فهمنا. خذي البسي جاكيت. اوكي وهي شنطتك. بدك شي بعد مني؟ لا يلا باي باي. شوف سوها اكيد ما عرق ام وحده. الو ايه سوها؟ الو ايه سوها كيفك؟ منيحة؟ ايه الو من معي؟ من معك؟ ما حسبتك تينا، هلا نسيتينا؟ ايه خرفنا بكير. ايه شو كيفك؟ تعتير بتعتير. على فكرة دقيتلك كمان اسألك اذا عندك مكتب خدمات. ايه ليش بدك سلانكية؟ ايه للصراحة بدي سلانكية، بس يكون يعني سعر مقبول يعني، مش طلعينا لفوق سوها. ايه رح ابعتلك الرقم واتساب خدي. ايه حبيبتي مرسي، يلا باي. هات نفوت نشوف الرقم سوها سوها. يلا هات نبدأ. الو بونجور، معكم مدام تينا. بس بدي اعرف اذا بعد عندكم، اذا انتو يعني مكتب الخدمات. بدي سلانكية من معروف. ايه اوكي بنسبنا اليوم. ما بيوصلوها هن؟ اوكي ناطرته بس تيجي قبل ما يوصلوا ولادي. بيوصلوا الساعة 2 هيك شي. اوكي باي. شو هي؟ على هدول مكتب مخدمات قال. اوكي شو بيكون تينك 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 فهمنا. شو بيكي من انت؟ مستر مادام سلانكية. لك شو بيكي عيطنا لك كمان تنظف طلعت عم توسخ، ليه ما مسحتي اجريكي؟ سوري